زهير بن أبي سلمى المزني هو أحد الثلاثة المقدمين على سائر الشعراء. قال في معلقته من بحر الطويل: أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتثلمي، ودار لها بالرقمتين كأنها مراجيع وشم في نواشر معصمي، بها العين والأرآم يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجثمي، وقفت بها من بعد 20 حجة فلأيا عرفت الدار بعد توهمي، فلما عرفت الدار قلت لربعها: ألنعم صباحا أيها الربع واسلمي، فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهمي، يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرمي، تداركتما عبسا وذبيانا بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي، ألا أبلغ الأحلاف عني رسالة وذبيان هل أقسمتم كل مقسمي؟ فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى، ومهما يكتم الله يعلمي، يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب، أو يعجل فينقمي. وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم، وما هو عنها بالحديث المرجم، متى تبعثوها؟ تبعثوها ذميمة، وتضر إذا ضريتموها فتضرمي، فتغلل لكم ما لا تغل لأهلها قرى بالعراق من قفيز ودرهمي.